السلام عليكم، ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. الفيديو ده سريع، هكلمكم فيه عن فكره حلوه تعملوها لفعل الخير، ما يبقاش بس في رمضان، يبقى موجود طول السنه. ان انت ممكن مثلا انت واصحابك تجمعوا مبلغ طول السنه، وفي يوم معين في السنه تطلعوا المبلغ ده، هيكون مبلغ ساعتها كبير، ممكن تعملي بيه تشتري سرير في المستشفى، او تشتري بيه مثلا كرسي متحرك، او تعملي اي عمل خيري، او تعملي لحد ممكن محتاج عملية، او شوفوا انتوا ممكن يكون ايه حد محتاج حاجة مهمة جدا، او تشوروا بنت محتاجة ان هي تتشور علشان جوازها. الفكرة دي حلوة جدا، هتساعدك انتي واصحابك، هتقوي علاقتكم بصحابكم، هتحببكم دايما في عمل الخير، وهتحسوا ان الحاجة دي عادة دايما انتوا متعودين عليها. دي الفكرة دي خطرت على بالي، عشان كده حبيت ان انا اقولها لكم في الفيديو ده. كل واحدة فيكم تبتكر اي حاجة وتقول اي فكرة حلوة تساعد لعمل الخير، يبقى بس مش موجود زي ما بقول لكم في رمضان، يبقى موجود طول السنة. وبس كده، هي دي فكرتي. ما تنسوش تشوفوا افكار اليوتيوبرز التانيين، اكتبوا في السيرش حملة الدنيا بخير، وشوفوا مين اليوتيوبرز المصريين اللي شاركوا في الحملة دي. واشوفكم على خير في فيديو تاني، مع السلامة.